مرحبا، رح ناخذكم بقصة نجاح جديدة للناس السوريين القادمين الجداد اللي اجوا على كندا وقدروا يطوروا مهنتهم ويكبروها وما يخلوا عوائق الغربة انهم تمنعهم انه يكملوا مشوارهم. هلا نحن رح نحكي عن شاورما الزعيم. شاورما الزعيم اخذت صيت كثير كبير بسبب النظافة، الطعمة الطيبة، النفس صاحب المحل على الأكل اللي بيقدمه هون. المطعم فتح بشهر الثالث هاي السنة، بس للأسف مع الكوفيد 19 سكر لفترة وهلأ رجع بقوة. وهلأ منفوت لجوا ومنعمل مقابلة مع صاحب المحل ونورجيكم قديش هالمحل أنيق وحلو ومرتب والنفس فيه والأكل بياخد العالم. نحن بمحل الزعيم، طبعا سمعتوا فيه كثير بس اجى الكوفيد 19 وللاسف انه سكر ما قدرنا. وهلا نحن مع صاحب المحل. مرحبا، كيفك؟ شكرا الله، مبروك المحل. اسمك لو سمحت؟ اسمي ياسين، مشهور ابو محمد. اهلا وسهلا. اهلا. ليش الزعيم اخذ صيت كثير كبير؟ الحمد لله، لانه نحن بنحاول نقدم لقمه الشاورما على اصولها، تكون هي اليوم الشيء اللي رائج بكندا هو اسم شاورما. صح، بس ما حدا قدمها على اصولها. نحن ان شاء الله عم نقدمها على اصولها، ولهيك بتوقع انه الناس كثير حبتها. لا شيء ديفرنت عن الشيء اللي كانوا بيعرفوه، وهذا يمكن سبب النجاح. بعتقد الكاست نمر هو سبب نجاحها. انا بشهد على جوده الشاورما وطعمتها. قد ايه لك فاتح هذا المحل؟ نحن فتحناه بشهر 3. 3 للاسف بتذكر بدايه الازمه اللي كانت صارت كورونا، والحمد لله بفضل رب العالمين اليوم عم نشط الاسواق الكنديه اكثر. اكيد. وكاستمرنا عم يشوف احنا قديش احنا مهتمين بموضوع الهيلثي، الهانتايزر عم نعقم الشباب كله. صحيح. لنشوف يعني الشباب لابسين كمامات. الشباب لابسين كمامات كلياتهم مثل ما شايفين. الله يعطيك العافيه. كيف المبيعات دخلك خلال الكوفيد 19؟ كانت منيحه ولا شوي؟ بدايه يعني الازمه، خلينا نقول بدايه الازمه نزلت المبيعات اكثر من 50%. بعد هيك بلشت تنشط الاسواق. اتوقع هلا حتتنشط الاسواق اكثر مما كنا متوقعين. عظيم. كصيف، هذا الصيف اتوقع انه يكون صيف حلو كثير بعد الشهر. اكيد ان شاء الله. هذا المحل الاول لك بكندا؟ لا، هذا المحل الثاني كان في عندي بلا ما اذكر، لانه في شوي يعني في كان من شركاتي. ما بديش يكون هذا اعلان. لا لا طبعا، لا اكيد يعني. اكيد بس اغلب الناس اتوقع بتعرف انه انا بلشت اول ما جيت 2016 على كندا. بلشت مع شركات كبيره مثل ادونيس، بعدين بلشت اسس مع اصحابي المطاعم فرنشايزات. اليوم نجحوا وعملوا 4-5 فرنشايزات. دخلت بشراكه وللاسف ما توفقتش مع العلم. الاسم كان كثير لامع بالسوق اكثر مما هلا. يمكن هاي رساله لك انك تفتح لحالك كانت يمكن، بس اتخذت بالزعيم هون انه نفس الشباب اللي قدموا معي ونحن كنا جايين سوا، يعني تيم واحد. شوي اجتهدنا، جمعنا حالنا، حطينا ايدينا بايدين بعض، ان شاء الله بنتوفق. ان شاء الله مبروك. الهي دخلك انت بالشام بسوريا، كنت تشتغل بالمهنه هاي؟ انا لي 30 سنه بالمصلحه بين سوريا، الامارات، السعوديه، عمان، لبنان. تاريخ طويل. يعني اخر محطه كانت لي الاردن، من الاردن جينا على كندا. طيب نرجع للشاورما، شو سر الطعمه فيها؟ الخلطه تبعك يا ترى ولا شو؟ هلا الشاورما فيه نوعين من الاسرار. السبب الاول اللي هي الخلطه، السبب الثاني كيف انا بدي اقدم الشاورما. كيف بدي اعطيها؟ هيدا السر الثاني اللي بيكمل الاولاني. اكيد الخلطه لها دور كبير، بس نحن بنجتهد انه يكون السيرفيس كاستمر عندنا كثير حلو ويكون عندنا معالي. انا بشهد يعني. انا ما بقبل اي واحد يمسك سندوتش اذا مو معلم مصلحته او انا علمته ودربته على هذا الشيء. ممتاز. هذا السر بالشاورما. اكيد اكيد. شو بتنصح من القادمين الجدد؟ لانه انا بتعامل كثير مع قادمين جدد، بلاقي ناس بائسه، ناس تعبانه، ما عندها هم تبلش شيء بحياتها. يعني باعتبارك يعني عندك بزنس ناجح وما شاء الله، يعني بزمان كثير قليل بكندا
بعطينا شو بتعطينا هيك نصيحة؟ قول لهم اللي ما بياخذ فرصته بكندا بحياته ما ياخذ فرصته. دخلت الإمارات، لبنان، الأردن، سوريا، هاي البلد على السريع بتعطيك فرصة لك، بس بدك تنطلق، بدك تبلش. طب أكيد. طب كان في تسهيلات بفتح المطعم ولا كان في شوية صعوبات لتفتح هذا المطعم؟ لا، هلا هذا المطعم بالنسبة لي ما كانش فيه صعوبات كثيرة، حتى إنه لما يبلش الواحد اسمه يظهر بالسوق كان كثير اللاندلورد كان يعني حاطط حواجز كثيرة للي قدموا أبي على هذا المطعم. بس لما شاف الاكسبيرينس اللي عندي صار في كندا بأقل وقت ممكن يعني قدمته على طول وافق عليه، وهذا الشيء كثير بيساعد انه هي البلد في اكسبيرينس في شيء عم بيظهر انه على طول واحد بيقدر ياخذ فرصته فيه اذا اشتغل. يعني عامل اللغه بهالحاله هي ما كثير اساسيه، هو عامل اللغه مش معول. ما فيني اقول انا ما فيني اشتغل اذا لا اتعلم لغه، بس فيني انا اطور لغتي من خلال العمل. برافو. بس ما فيني اتكتف لانه انا ما معي لغه. اكيد اكيد. انتوا بتعملوا ديليفري ولا بس بيك اب؟ لا بنعمل ديليفري. بتعملوا ديليفري مع شركات اوبر ايتس، دور داش. لاي منطقه هون ولا في مناطق محدده؟ هدول الشركات بيعطونا تقريبا 8 كيلو اراوند المحل. أوكي. بس اذا كان في عندنا اوردرات كيترينج لمناطق بعيده بنقدر نطلع نحن من الستاف عندنا. ان شاء الله موفى. ميرسي كثير على المقابله، ولو اني بعرفك كثير معجوق هلا. ان شاء الله بيكون ايت الرزق وان شاء الله تكون موفق فيها. اكيد عندكم ويب سايت، اكيد عندكم، مشان خلي كل اللي داقوا شاورما الزعيم يعملوا لك ريفيو. شكرا كثير لك. شكرا شكرا. راح اعمل جوله شباب، هاي صبايا راح اعمل لكم هون جوله عن جد. وحتى هو بيعمل صفيحه هون مثل ما شايفين الشباب بالكوفيد 19 لابسين الكمامات، وهو المنيو تبعيته قليله، في شاورما اللحمه، شاورما الدجاج، في لحمة بعجين. نصيحة، تعالوا وذوقوا هاي الشاورما وما رح تندموا. وهي كمان دافع لأصحاب البزنس إنهم هن ياخذوا خطوة بحياتهم وما يقولوا إنه نحن ما فينا نعمل أي شيء بكندا. كندا بلد الفرص، اللي بيحب يجتهد وبيحب يقدر ياخذ فرصته هون. إذا عجبكم الفيديو بليز اعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت. Thank you. We'll see you in videos later.